الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا قد أفلح من زكاها. حديثنا اليوم أحبتي عن خلق ذميم من الأخلاق التي ينبغي على المسلم أن يجتنبها. اليوم نتحدث عن الحقد. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقال سبحانه وتعالى في سورة أخرى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره حول هذه الآية الكريمة: وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم وأخبر أنهم أصحاب الجنة ما فيها من حقد وغمر وعداوة كان من بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجنة إذا أدخلوها على سرر متقابلين لا يحسد بعضهم بعضا على شيء خص الله به بعضهم وفضله من كرامته عليه، تجري من تحتهم أنهار الجنة. أحبتي في الله، إذا ما تأملنا عن حقيقة الحقد في المعاجم نجد الإمام ابن منظور رحمه الله تعالى يبين لنا فيقول: الحقد إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها، والحقد هو الضغن. هذا من وجه. من وجه آخر يقول الإمام أبو حاتم رحمه الله: الحقد أصل الشر، ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه، نماؤه الغيظ وثمرته الندم. ومن هنا نعرف أحبتي أن الله سبحانه وتعالى لما بين لنا حال المؤمنين في الجنة بين أنها دار تطهير للنفوس. يقول الإمام الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تعالى أيضا حول هذا المعنى، قال: ولما كانت الجنة دار سعادة ونعيم عام وشامل، كان لا بد لأصحابها من أن يكونوا مبرئين من كل حقد وغل ومن كل علة خلقية تسبب لهم آلاما وأكدارا. وقد وصف الله أهل دار النعيم يوم القيامة بأنهم مبرؤون من كل غل، وما كان من غل في صدورهم في الدنيا فإن الله ينزعه منها متى دخلوا الجنة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. إخوتي في الله، ليس هذا فحسب، بل إن الحقد يرد قبول الأعمال، أي إن العمل قد يرفض ولا يقبل عند الله سبحانه وتعالى إذا ما كان صاحبه ذا حقد. فعن جابر رضي الله عنه قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الضغائن هي الأحقاد. وهذا الحديث قد رواه الإمام الطبراني والمنذري في الترغيب والترهيب ورواته ثقات. وبعد هذا نجد حديثا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الحقد حجاب عن المغفرة. فعن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من لم يكن فيه واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن يشاء. ما هن طيب يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، والثالثة: ولم يحقد على أخيه. هنا الشاهد من هذا الحديث، وقد عممها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقصد أخيه من أمه وأبيه، وإنما أخيه في الإسلام. صلوا على الحبيب
صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، حديث رواه سيدنا عبد الله بن عمرو قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال عليه الصلاة والسلام كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال عليه الصلاة والسلام هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هكذا بين الحبيب عليه الصلاة والسلام، أي أنه صاحب قلب سليم لا يحقد على أحد ولا يحسد أحدا. ولذلك كانت هنالك منهجية من الحبيب صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمها للصحابة. حينما روى سيدنا عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا قال فيه لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. النفس في الأصل إذا ما جاءها خبر سيء، وصلتها غيبة، وصلتها نميمة، فإن النفس تتأثر بهذا الكلام. ومما يؤثر هذا الكلام في النفس أن يولد الحقد، يولد الغل. فالحبيب عليه الصلاة والسلام علم منهجا للصحابة، إذا ما تكلمتم، إذا ما التقينا، لا تخبروا لي، لا تنقلوا إلي كلاما، لا تقولوا لي فلان قال يا رسول الله هكذا، أريد أن أخرج إليكم سليم الصدر. وهذا منهج نبوي، إذن علينا أن نتبعه جميعا. ما كنا في العمل لا داعي لأن أنقل كلام أحد فلان إلى فلان حتى يتبقى القلوب سليمة. كلنا خطاؤون إلا الحبيب عليه الصلاة والسلام، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والأنبياء معصومون. فكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالأصل أن نبتعد عن هذه النميمة ونقل الكلام حتى تكون القلوب صافية من الغل والحسد، ولا نرضى أيضا أن نستمع لأحد ينقل إلينا خبرا عن أحد. أحبتي في الله، من هنا نريد أن نعرف العلاج. الحقد مرض عرفناه، خلق ذميم عرفنا خطورته فيجب اجتنابه. هل هنالك وسائل تعين على علاجه والتخلص منه؟ نعم، إذا ما وقع في القلب فإن من الأعمال التي يعني استحبها العلماء حتى يعالج هذا الحقد من قلبه، أولا الدعاء. الدعاء لله عز وجل أن يخلصه منه، فيدعو أن يخلصه الله تعالى منه، ويدعو أن يطهر قلبه. من الأدعية التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو وردت حتى عن الصالحين، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين الصادقين الذين يجتهدون في تزكية أنفسهم من هذا الخلق، فقال سبحانه في سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا ولك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا أو منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. يقول العلماء السخيمة هي الحقد، فهذا كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن أحبتي أول وسيلة من وسائل علاج الحقد الدعاء. الأمر الثاني الذي يفيد ويعالج الحقد هو نشر السلام بين المسلمين. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي عن سيدنا الزبير بن عوام رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا.
ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم في علاج الحقد ونشر المحبة بين المسلمين. الأمر الثالث في علاج الحقد التواضع. نعم، لا شك أن تواضع المسلم لأخيه يدفع الأغلال والأحقاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يقول الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: التواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد. العلاج الرابع الذي يعالج به المسلم مرض الحقد الهدية. نعم أحبتي، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، أي إن الهدية تورث المحبة. وقال أيضا: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، أي الغلة والعداوة والبغضاء. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يبين لنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ثلاثة أحوال للمحقود مع قدرته، فيقول: إن للمحقوق ثلاثة أحوال عند القدرة. الأولى: أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان، وهو العدل. إنسان حقد عليك آذاك، أنت تستطيع أن تأخذ حقك من غير زيادة ولا نقصان، هذه حالة. الثاني: أن يحسن إليه بالعفو والصلة، وذلك هو الفضل. عفى عنه وسامحه وهذا فضل منه. الأول عدل، الثاني فضل. الثالث: قال أن يظلمه بما لا يستحقه، وذلك هو الجور، وهو اختيار الأراذل كما يقال في زماننا، يعني البلطجية أو المتمردة في الشوارع. إذن هذا الأخير الظلم هو اختيار الأراذل من الناس، بينما الثاني هو اختيار الصديقين العفو، والأول هو منتهى درجات الصالحين. يقال: ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش: الحقد والحسد وسوء الخلق. هؤلاء الثلاثة لن يرتاحوا في الدنيا مع هذه الأخلاق الذميمة. قال هلال بن العلاء: جعلت على نفسي ألا أكافئ أحدا بشر ولا عقوق، اقتداء بهذه الأبيات: ولما عفوت ولم أحقد على أحدي، أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي حين رؤيته، لأدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه، كأنه قد حشى قلبي مسراتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا ويطهر نفوسنا من كل خلق ذميم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.